انت تعب الناس ليه كده قوي؟ انا انا طول ما بالصبح بالليل الحق فلان قال، الحق فلان اعاد، الحق مش عارف ايه. انا عايز اقول للناس اللي بتبلغني الكلام ده ما هنا، انتوا بتبلغوني ليه؟ عشان اهتم ولا ما اهتمش؟ انا رايي اذا كان الحاجه شخصيه انا مش عايز اهتم. أيه. بصراحه يعني، لان هم عايزين يشغلوك وانت عايز تشتغل. يعني هو عايز يعطلك انك تفضل تفكر فيه وترد عليه، وانا مش عايز كده. لانك لو رديت على الناس دي خلاص انت بقيت زيهم. طب انا بنتقد تصرفاتهم، وزي قبل كده قلت لو واحد شتمك في الشارع ما تجريش وراه. ايوه. وما تردش عليه، امشي كده باصص لقدام لحد الناس ما تقول له عيب يا ولد، واخد بالك؟ حلو. فانا مش عايز حد يبلغني مين شتمني ومين ما شتمنيش على المستوى الشخصي، لكن اللي يجي ناحية الأهلي لا، هناك موقف آخر راح أشوف وش تاني. في حاجة عندك حد شتمني ولا إيه؟ طيب، نادي الزمالك الشقيق الحقيقة بيمر بظروف كلكم متابعينها، واصلة لدرجات التحيات والنيابة ومشاكل لا مجال لنا فيها وما بنتعرض لهاش، وبنتمنى للزمالك والاسماعيلي وللاتحاد وكل الانديه الشعبيه الحقيقه ان هي تنهض وتقوم بدورها كويس جدا في خدمه الرياضه المصريه، لانه في النهايه احنا مؤمنين انه مفيش طائر هيطير بجناح واحد، حتى وان كان طائر هو النسر الاحمر العملاق. مؤكد انه محتاج حد على الاقل يستفزه في الحركه شويه، ينافسه يناوشه، لكن هيكون الاهلي لوحده مش هيكون بعافيته وبقوته. عشان كده احترامنا لكل الأندية الشقيقة هو احترام قائم على قناعة حقيقية بالمصلحة العامة. فين المصلحة العامة لهذا الوطن؟ ان كل هذه الكيانات الرياضية القوية تكون في عافيتها وبحالتها الكويسة. على الأقل الأهلي لما يكسب الزمالك وهو واقف على رجليه هيكون فوز يسعد جمهور الأهلي بجد، هيكون فوز فيه معنى الجدارة والاستحقاق. ما يسعدش الأهلي أبدا أنه يكسب فريق واقع أو ساقط أو ما هوش في قوته. عشان كده ما احناش مشغولين أبدا بالحديث عن شأن الزمالك وعما يمر عليه. أنت جبت سيرتي وبناء عليه، وأنت مقدمة جميلة أوي. وبناء عليه اندهشت زي ما اندهش فريق الإعداد جدا، وهو بيقولوا لي المستشار أحمد جلال إبراهيم تاني، هو راجل مهذب، المستشار احمد جلال ابراهيم، وده نائب رئيس نادي الزمالك، وربما كان هو المسؤول او التحقيقات اللي جاريه حاليا بشان توقيعاته على اذونات الصرف واموال الزمالك وغيره وغيره، هو المعني بيها في المقام الاول. يعني هو حد في الفتره الحاليه ربنا يكون معاه، لكن سايب كل الامور وبيتكلم على غلطه المهندس عدلي القيعي او تحميله المسؤوليه في عدم التجديد لاحمد فتحي وعبد الله السعيد. طب ليه يا عم المستشار؟ ما اعرفش، نسمعه. بس فعلا مفيش دخول لنادي الزمالك في مفاوضات مع عبد الله السعيد؟ لا مفيش. عبد الله واحمد فتحي؟ لا مفيش. يعني فكره الصور اللي على المواقع وقطعوا راس محمد عنتر وركبوا عليها راس عبد الله السعيد وقال لك اهو عبد الله السعيد جنب المستشار وادي الفلوس وادي الحاجه والكلام. السوشيال ميديا عامل عمايل جامده جدا في المواضيع دي. بس انا صعب. انا برضو انا باكد على كلمه ليك النهارده. خلينا نتكلم ان النادي الاهلي النهارده بيلعب باسم مصر. صح. تمام. فما ينفعش الاثنين لعيبه برضو عملوا شغل مع ناديهم وقضوا في ناديهم وعملوا جزء كبير من الانجازات يرجع لعبد الله واحمد فتحي، وهما اصحاب خلق في المقام الاول. ان هو ممكن يحصل هجوم عليهم من الجماهير، والله هتبقى بالنسبه لهم كسره وصعب قوي. والله انا بشكرك يعني. يعني انا بقول انا بتكلم كواحد رياضي، انا مش بتكلم كواحد في نادي الزمالك، بتكلم على لا موضوع ان الجماهير حتى لو في ناس عايزه تمشي او بيفاوضوا حقهم في التجديد، ان انا اكون محل هجوم. ده جماهير الاهلي وجماهير الزمالك طول عمرها بتقف مع لعيبتها. ووجهه نظرك كده سريعا في القصه دي، لو انت عندك لعيب يعني انت عارض عليه مثلا 10 مليون وهو جاي له 30 مليون وعايز يمضي سنتين ب 60 مليون والرقم كبير قوي، وفي نفس الوقت هو قيمه كبيره، يعني اشرح لي كده وجهه نظرك. عايز تعرف في قصه عبد الله، عايز تعرف مشكله في عبد الله واحمد فتحي. مين اللي بيتفاوض؟
مين اللي بيتفاوض؟ في لعيبه يا كابتن وليد ممكن يبقى طالبه مبالغ، بس لما تقعد معاه وتاخد معاه وتدي وتحس ان انت مقدرها ممكن ترجع معاك في المبالغ. لكن اعتقد في فجوه موجوده دلوقتي في اسلوب التفاوض والحوار في النادي الاهلي ما بين المهندس عادل القيعي وما بين اللعيبه، في حاجه حاجز بينهم. فحتى انا سامع ان في بعض البرامج التحليليه ان بيقول المهندس عادل قال انا ماليش دعوه خلاص بالملف ده، فالموضوع ده جديد، موضوع ان المهندس عادل يقول انا برضه لان طلبات اللعيبه يعني برضه انت عندك مثلا كنت قاعد مع احمد الشناوي النهارده، احمد الشناوي انت استقريت مثلا على 10 مليون، طبعا الارقام دي الله يكون في عون اللي بيسمعونا. طبعا لا انا عايز اسمع رايك عشان عندي كلام اقول ولا يعني انا عايز اقول ثلاث نقاط هنا. المستشار احمد جلال زعلان الراجل وصعبان عليه انه بعض الجماهير تبقى زعلانه او غضبانه من احمد فتحي وعبد الله السعيد، دي مشاعر ما اقدرش احاسبه عليها حتى وان كان نقدر نحطها بين قوسين. ما علينا، هو الراجل بيقول مين اللي بيتفاوض، وقال المهندس عادل القيعي، وقال ان هو في حاجز بينهم بين المهندس عادل واللعيبه. وده انا عايز اعرف هو المهندس عادل بيتفاوض ولا ما بيتفاوضش، لانه شفت برنامج من البرامج برضو كل الزملاء بيجتهدوا بيأكدوا انه اللعيبه احمد فتحي وعبد الله السعيد طلبوا انه المهندس عادل ما يتفاوضش معانا عشان احنا زعلانين منه علشان ضغط عليهم في الفتره اللي فاتت وانتقدهم. طب ما انا عايز اركب ده مع كلام احمد جلال ابراهيم مش جايه. احمد جلال ابراهيم رايه انه في حاجز وانه سبب اعاقه المفاوضات الحاجز اللي بين المهندس عدلي وعبد الله واحمد. ثم لا دول طلبوا ان هو ما يتفاوضش معاهم. ليه؟ علشان ضغط عليهم. طب هو الملف من الاول مع مين؟ ثم الكلام المستشار احمد جلال لا اصل المهندس عدلي قال ملياش دعوه بالملف ده ودي جديده على النادي الاهلي. بس كلام احمد جلال ابراهيم المستشار احمد جلال انه مين اللي بيتفاوض؟ لا يا سياده المستشار، مش عشان المهندس عدلي قاعد بس تقدر تسال الوالد العزيز سياده المستشار جلال ابراهيم عن صفقات عدلي القيعي مع الزمالك. يسال روحه ويسال قلبه. لا يمكن احمد ليه؟ يمكن احمد لا ده حصلته ما خدش مشوار معاك. نعم حصلته والله. لكن يا ريت حتى لما مفيش مشكله انه نائب رئيس نادي الزمالك يهتم بالشان الاهلاوي اهلا بيه، بس يكون بناء على معلومه حتى وان كان الموقف هيبقى غريب، لكن يبقى بناء على المعلومه لانه الراجل شايف انه في حاجز فمزعله وجود هذا الحاجز. لا هو حرصه على النادي الاهلي انا اشكره عليه. ونصيحته للنادي الاهلي اللي ما لهاش وش، عادل القاعده لازمته ايه ما تخلصوا منه؟ لمصلحه النادي الاهلي. ايوه اللي هو خايف عليه، اللي هو عشان راجل بيحب النادي الاهلي انت رايح الان عليه قوي الان عليه قوي من عادل القيعي. حط ده جنب حاجات كتير. كبرت يا عادلي. ايوه وتاني شوف واللغه قديمه. بص واخد بالك انا شيء هيجرني لشيء، بس هرد على احمد جلال ابراهيم. اولا هذا ليس شانك وش كده. انا ماليش دعوه مين اللي بيتفاوض مع لعيبه الزمالك، اطلع اقول لهم اصل في ناس بتتكلم معاهم كلام ما يصحش. دي نقطه. النقطه بقى من حيث الناحيه الموضوعيه وهو رجل يعني في القضاء طبعا، يعني كيف لك ان تطلق الاحكام والقضيه مش قدامك بتفاصيلها؟ يا حضره القاضي انا بردك وان كنت سعيد ان انت اللي تشرف على قضيتي، لان والله انا بقى مطمن عليها قوي. خد بالك؟ انا بردك ليه؟ لانك لا يمكن تكون حريص على مصلحه النادي الاهلي. انا بردك ليه؟ لانك لا تعلم شيء عن النادي الاهلي. انا بردك ليه؟ لانك عندك من الاسباب وانت لا تعلم ولا تحب النادي الاهلي ان تتصدى في هذا الشان. زي واحد بيقول له اسمك ايه؟ قال لهم 45 سنه. انت راجل عندك مشكله يا عم احمد. بدل ما تتكلم في مشكلتك اللي انا مش راضي اتكلم فيها احتراما للامر الشخصي بتاع نادي الزمالك، خصوصيه نادي الزمالك ده كيان هو يتكلم عن نفسه بالظبط. وانا
هيسعدني ايه ان الاستاذ احمد جلال يطلع غلطان ولا صح؟ لا يسعدني ولا يحزنني. لا والله يحزنني، لان دايما انظر لناس اللي في ليها قدر من الاحترام طول عمرها، لكن لما انا بس مقدر الضغط اللي هو فيه. هذا زي ليست طبيعه احمد جلال ابراهيم. صحيح. او المستشار، انا مش عايز اقول مستشار بتاع مدى، ليه؟ عشان ما احطش صفه القاضي عليه فيصبح رده واجب. لانه تحدث فيما لا يعنيه. فاصبح دلوقتي ان هو بيتكلم يقول له يعني انت اتكلم في زي ما طالع تلف على الفضائيات، وده حقك، تدافع عن الزمالك وعن سلامه الموقف، سلامه موقفك وسلامه موقف النادي اللي كلنا نتمنى ان يكون باذن الله يعني سحابه نتعلم منها بعض الامور الاداريه، لان هنفترض حسن النيه طبعا، كل القائمين على شان الزمالك عايزين مصلحته وهم ادرى بيه، اسوها بطريقتهم، هم حرين. انما انك انت تفرغ نفسك او انتوا تفرغوا نفسكم، عدلي 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 انا اشكركم، اشكركم ليه بشكل جدا، اشكرهم ليه؟ هو انا للدرجه دي؟ انا ما كنتش واخد بالي. هو انا للدرجه دي الفتره اللي فاتت دي كلها كنت مضايقهم؟ انا كنت بشتغل شغلي، مش في ذهني اضايق حد، انا بعتذر لهم لو وجودي بيسبب لهم ضيق، بعتذر لهم. انا بشتغل شغلي مع النادي الاهلي، ماليش دعوه بيهم. لكن الحقوا بقى ده اصله كبر، الحقوا بقى ده موضه قديمه، اصل اللعيبه مش عايزه تقعد معاه، اللعيبه اللي مش عايزه تقعد معايا دي، انا رحت واحد انجلترا وكلت في بيته وبقابله بمنتهى الود، والتاني انا يعني كان ليا دور في ان ياتي الى النادي الاهلي، ولكن ليه مش عايزين يقعدوا معايا؟ هو انا عادل القيعي يعني لو لم اتحدث معهم بشكل لائق قبل كده كانوا جم؟ طب ايه اللي هيغيرني؟ هو انا بجيب مثلا العرض بتاعي منين؟ ما هو من اداره الكوره. طيب. لكن اداره الكوره ولها الحق هذه المره. انا كنت المتحدث الاعلامي، ماليش دعوه بالانتقالات. بعد شهر من المجلس قالوا لي لا احنا هنحتاجك في الحته دي، وكنا على فطره الانتقالات الشتويه وكان في زخم في كذا ملف مفتوحين، كان لازم فلان يتحرك هنا فلان يتحرك هنا، وتحركنا جميعا ونجحنا نجاح مبهر في الانتقالات الشتويه. ثم اننا مكلفون بتنفيذ استراتيجيه جديده للنادي الاهلي في بناء فرق النادي الاهلي، تسير حتى الامس في هذا الاتجاه، فانا موجود في هذا الشأن. ولكن احنا بقالنا سنتين اللي بيتكلم في التجديد للعيبه، التجديد للعيبه مش اللعيبه الجديده اللي بتيجي، هو الجهاز الاداري بتاع كره القدم. فمن الطبيعي ان مدير الكوره يتواصل في هذا الامر، لان من الطبيعي زي ما راحوا له اربعه من السته ادوا له العقود وقالوا له احنا مضينا لك، من الطبيعي انه يكمل في ملف الاثنين التانيين. انا ما اعرفش مثلا ملابسات الثلاث اشهر اللي فاتوا ايه؟ يعني كان في كلام ان هم يمضوا وبعدين يطلعوا عاره ويرجعوا يكملوا. لماذا رفض؟ لماذا قبل؟ هذا الملف ما كانش عندي. ومش عندي، وانا مش ملح ان يبقى عندي. ومش شايف انها تنتقص من عملي. بالعكس ده صميم عمل الجهاز الفني والاداري في اثنين كبار في مفهوم استراتيجي في الامر، في سياسه هنا. لما تيجي من رئيس النادي يشرف عليها بنفسه. لان ده موضوع مش انا مش بجيب لك لعيب، ده لعيب عندك. انت ادرى به. عندما كان يطلب مني ان اتداخل كنت بتداخل، ومن اول يوم، من اول يوم، من شهرين. قلت يتولى الكابتن سيد عبد الحفيظ هذا الملف بنجاح. مش الملف بتاع الاثنين دول، الملف بتاع كل التجديدات. التجديدات. وإذا طلب أي شيء مني وأنا مش شايف إنه هيطلب مني شيء، لأنه في الآخر الكابتن سيد، هو الخلاف هيبقى في إيه؟ نقعد ولا ما نقعدش؟ طب هو إيه اللي هيخليني أقول إن أنا ما أقعدش في النادي الأهلي وأنا لعيب مهم؟ إن يجي لي عرض كبير قوي لا يمكن تداركه، لأن الفوارق لو قليلة الموضوع بيتحل بسهولة. أنت تقرب خطوة أنا أقرب خطوة، أروح أجيب لك إعلانات أعمل لك مش عارف إيه، كنا بنحل الأمور. واضح إن هذا الموقف موقف مش طبيعي لان في ارقام. طب نيجي بقى لعدل القيعي وما قالوا في وسائل الاعلام واللي هم بيحطوا الملح على الجرح، واصل عدل القيعي جمهم
احنا لم يحدث هاجمنا حد. انا كل اللي قلته معاك وانا فاكره كويس وانت ايدتني فيه وزدت عليه. حتى انت قلت اللفظ اللي لخص الليله كلها. يبقى يا ابو حب ويمضى يا باحترام. بالظبط. هو ده اللي بيننا وبينهم وبين بعض. وانا قلت دول ما بيعملوش حاجه غلط، حتى في المداخله اللي عملتها مع الاستاذ مدحت شلبي وكابتن علي ماهر كان كلامي كده، كان مضمون الكلام. هو احنا في عصر اللي عايز حاجه يطلبها ولا في اقتصاديات لنادي؟ كان ده كلامي مش على اللعيبه بقى، بتكلم أي. في المطلق اي. انما اللعيبه قلت ليهم احترامهم عندنا، حقه عايزينهم بشده، عايزينهم كررتها ثلاث مرات، هنبقى اكثر ناس سعاده لو بقيه، لان هم في نسيج النسيج الفني خلاص الفريق مستقر على التوليفه دي، حافظوا ادوار البطوله فيها. اثنين بس في الاخر خلافي وما زلت امس واليوم وغدا ان لا يمكن نادي يتقال انك سحبت منه حد هيقع. واديت المثل، وانا بدي المثل هذا مثل تكريمي، انا ما ضربتش مثل بحد. ده انا قلت له نيمار كان البرشلونه ما كانش في عزه اتخذ منه نيمار، جاب عثمان ديمبلي اتعور، كوتينو ما راح لهمش الا من شهرين، ورغم كده برشلونه لانه التيم والسيستم قدر يستوعب المشكله ويعالجها. في هذا انا كنت بطمئن جماهير الاهلي عشان ما تحصل لهمش صدمه، وعشان برضه ادي العذر للعيب بقره تأثيره زيه زي نيمار، أظن ده منتهى التكريم يعني. إنما ما تخصش من بالعكس، أنا قلت هما الاثنين بيتنافسوا على لقب أفضل لاعب في مصر، في مصر وفي أفريقيا. هما الاثنين بيتنافسوا على اللقب ده، كابتن أحمد فتحي وكابتن، وقلت في الآخر مش من حق حد إنه يلومهم، مش من حق حد يزعل منهم، وقلت كده أنا مش زعلان، ده أنا كررتها ثلاث مرات، يا جماعة هزعل منهم ليه؟ انا اضع نفسي وانت تضع نفسك مكانهم، احنا مش عارفين ايه اللي معروض عليهم. لكن بقول ايه، هذا الموضوع ما يسيبش شرخ، يعني ما يبقاش على حساب الفرقه. وما زلت انا مقتنع بهذا، انه إن بقي او رحل ما يبقاش على حساب الفرقه. بالظبط. ومش هتحل الا كده، خد مني يعني، لان ومصلحتهم ومصلحه اي حد، هل ده ضدهم؟ ده معاهم في 100%. إذا مشوا بقول للناس زعلانين منهم ليه؟ الناس دي أخلصت حتى آخر يوم. بالظبط. لحد الماتش اللي فات عبد الله سعيد منتهى الإخلاص والتركيز والاحترافية وبيتألق وبيجيب جول إيه؟ طب إيه في إيه؟ عايزين منه إيه؟ هيمشي؟ هنقول له ربنا يوفقك في الحتة، هيقعد يا عبد الله بالحضن ده أنت ريحتنا وكنا شايلين الهم. كابتن أحمد فتحي نفس القصة، دي لعيبة كبيرة ادت لنا، لا هربت مننا ولا ادعت الاصابه ولا عملت حاجه، هنزعل منهم ليه؟ بالظبط. ما زلت انا اللي زعلان منهم، زعلان بمناسبتهم مش منهم، من الناس اللي هجمتهم. طيب الناس اللي هجمتهم الحقيقه بمناسبه برضو اهتمام بعض الزملكاويه بقضيه التجديد لاحمد فتحي وعبد الله السعيد وموقف الاهلي منه، شفنا راي نائب رئيس نادي الزمالك المستشار احمد جلال ابراهيم، وسمعنا اعتقد في اكتر من مره الايام اللي فاتت، هو انا ممكن اعتذر مرتضى منصور في اكتر من حاجه برضه بيتكلم، ممكن اعتذر للمستشار احمد جلال ابراهيم ووسطه عشان ما يمشونيش في النادي الاهلي. ده هو خايف عليك قوي يعني، يعمل حاجه معايا انا صاحبك برضه يعني. طيب خد دي بقى، خد الكبيره.